بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي كل من تابعني في هذه القناة. اليوم أحببت أن أشارككم طريقة ثقب الحديد عن طريق سلك اللحام باستعمال ماكينة اللحام بطريقة احترافية تخلي شخص يقدر يتحكم في حجم الثقب بشرط أن يكون متمكن من استعمال آلة اللحام. وفي بعض الأحيان نلجأ لاستعمال سلك اللحام في عملية الثقوب وهذا لاختصار الوقت أو لا يكون متوفر لدينا مثقاب كهربائي أو في الأماكن الضيقة التي يكون فيها استعمال مثقاب غير عملي. أولا قبل أن أبدأ هذا الفيديو موجه لكل شخص مبتدئ يريد أن يتعلم ومن له معلومة أو إفادة أو نصح يشاركه معنا ونكون شاكرين له، فما هذا إلا مجهود شخصي أحببت أن أشارككم. نبدأ. أولا قبل بداية العمل أقوم بتحديد قوة الكهرباء وهذا حسب الخامة التي أقوم بالعمل عليها، وزيادة قوة الكهرباء يكون حسب سمك قطعة الحديد التي تقوم بالعمل عليها، وممكن هذه الأرقام تختلف في آلات اللحام. كل ما عليك فعله هو تحديد القوة التي تقوم بالتلحيم عليها وتزيد قليلا، وعامل الخبرة يلعب دور كبير دون الرجوع لهذه الأرقام. ونأخذ مثال، أنا لدي ماكينة لحام ثانية قوتها تصل إلى 500 ولكن لا شيء، بالرغم أن هذه الماكينة قوتها لا تتعدى 180 وقوة 120 من هذه الماكينة أقوى من 300 من الثانية التي تصل قوتها إلى 500. وكثرة الأرقام ما هي إلا حيلة من بعض الشركات لتسويق منتجاتهم، يعني كثرة الممارسة وعامل الخبرة يلعب دور كبير دون الرجوع لهذه الأرقام. مثال توضيحي، من خلال هذه الدوائر التي أقوم بتشكيلها سأقوم برسم ثلاث دوائر مختلفة الأحجام للتوضيح قبل بداية العمل الفعلي. لاحظوا معي بعد تعديل قوة الكهرباء بما يناسب سمك قطعة الحديد التي سوف أقوم بالعمل عليها، من الأحسن أن يكون سلك اللحام عموديا للثقب الصغير. أسخن المكان حتى يصبح طري ثم أغرز سلك اللحام، ونفس الشيء عن الثقوب الأخرى، وأحاول أن أوسع الدائرة إما برفع سلك اللحام أو تحريكه على حسب اتساع الدائرة. شيء أساسي ومهم لتتم العملية بشكل جيد هو التوازن وعدم الحركة ورعشة اليد. سلك اللحام طويل ليس قصير، احتمال فقدان التوازن وعدم التحكم في رعشة اليد. وحتى الخبرة تلعب دور كبير، ولتجنب هذه المشاكل ممكن استعمال بعض الحيل كالاستناد على اليد الثانية أو مرفق اليد أو أي وسيلة يمكن الاستناد عليها حتى تضمن عدم رعشة اليد. يمكن أيضا ثني سلك اللحام لكي لا تضطر لرفع يدك وتضمن أن يكون سلك اللحام عموديا. وإذا كان قفازك جيد ويتحمل الحرارة يمكن إمساك سلك اللحام. هذا مثال تطبيقي كيف تتم العملية. لاحظوا معي شكل الدائرة الحمراء، أقوم بعملية التسخين لدرجة السيلان ثم أقوم بغرز سلك اللحام، ومن خلال الممارسة المتكررة تستطيع تحديد حجم الثقب. سنجرب الآن. لاحظوا شكل الثقوب، ولكي تتم العملية بشكل جيد استعمال سلك اللحام للمرة الأولى حتى في الداخل لا يوجد سيلان الحديد المنصهر.
سأقوم بشيء أصعب من الثقوب العادية بتركيب الأقفال عن طريق الثقب بسلك اللحام بطريقة نظيفة واحترافية دون اللجوء للمثقاب الكهربائي إذا كان غير متوفر. أولا أحدد المكان الذي سأعمل عليه وأخذ القياسات اللازمة والتخطيط مكان ثقوب. أقوم بتعيين نقطتين وأحدد أماكن ثقوب بدائرة كبيرة وأخرى صغيرة. لاحظوا معي دائرة كبيرة ودائرة صغيرة، وبعد عملية الثقب أقوم بقطع الجزء الفاصل بينهما. سلك اللحام طويل، احتمال عدم التوازن وارتعاش اليد. في هذه الحالة استعمال يديك الاثنين، أو اجعل اليد ركيزة لليد الثانية، أو استعمال سلك لحام صغير حتى تتجنب كل هذه المشاكل. ويكون سلك اللحام عموديا، وتجنب ميلان سلك اللحام حتى تتم العملية بشكل جيد. سلك اللحام يكون عموديا، اجعل يدك تستند على اليد الثانية حتى تكون النتيجة جيدة. سلك اللحام يكون باردا وغير مهيئ للاشتعال في المرة الأولى، لذلك استعمل قطعة حديد خارجية لتهيئة سلك اللحام كي يصبح جاهزا للاحتراق. بعد التأكد من جاهزية سلك اللحام أقوم بعملية الثقب مباشرة قبل أن يبرد سلك اللحام. تسخين سلك اللحام حتى أضمن نتائج جيدة. لاحظوا شكل الثقوب. لاحظوا شكل الثقب الكبير والصغير. ثم أقوم بعمل شق بينهما. النتيجة لا بأس بها. يمكن أيضا استعمال مبرد لتحسين الحواف.
لاحظوا الشكل النهائي، القياسات التي أخذتها على هذه الجهة أطبقها على الجهة المقابلة. نموذج أخشن أقوم بالتجريب عليه، وكل ما علي فعله هو زيادة قوة الكهرباء. وفي الأخير إن شاء الله الفكرة تكون قد وصلت. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.